بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه ونكبر الله بآيات طبن يشن إلى آيات اللواتن يسبح سورة النساء حقوق دي هوانك قيب كمي دواك لغا صوهر لي waan ci dhalkii baa wax laga siiyay wa qiimahoodii baa la sheegay marka meeshan waxa laga sheegaya dhacdo yar oo laga yaabo haweenka qarkood inay la yimaadaan laakiin aan caadi ahayn wana intayna haddu soo dagan weeyo wallaati gabdhihi yaatiina la yimaada qal faahishata xumaan la yimaada sina weeye oo min nisaaikum dumarkiina muslimiinta akamida fastashidu marxaati galiya عليهن قبلها دوسوا أربعة الأفر أو منكم إذنك إذا كمده فإن شهدوا حتى يكون مرخاتك عام فأمسكوهن كحباسة في البيوت قريها حتى يتوفاهن الموت إلى أي قد انتان قيردك أفسطه أو يجعل الله الله أيال لهن قبلها سبيلا وضع أياله إلى أي قد ما تأميك قرسته إلهي فرد إنه أفرا وصورة قال كبدي فاحشة إلا تمد كبدي فاحشة إلا تمد مركا وإني أفر مرخات خوك عام أفر مرخات وحكية سندا كمم اللقم أقول محايا لي وأمور أدك روحينا إن فشلاد يوحى الله صافي على مرحبا تهم يوحى ميل بي وذا تاقنايين يقري بي كوة تيرين وإسا سلاميين لما أقول أفرنين أفرتني سلاه عمر خاتكين حتى وإيش دول صار رأيين لقمة أقوله وإن لبدي حبناه وإيش كوتشي رواين الشيعة لقمة أقوله وأكل لقمة أقوله فقبلها نوع عاصي مركي سنة دللي ما دان ها قبلها نوع عاصي مركي سنة دللي ما دان أفر قف مرخات أقدرها ومنكم يدي كمذا مسلمين هذا يكون مرخاتك عان كريها كحباس يقدم بيوتها يقول يقول وحباسه دقن علينا ويوتها waxa weeye inay guur helaan waa suuragal marka guriyaha ku xabaasa waa intaan xukumkan jirin ila ay ka dhintaan ama ilaahay wado oo nabiga wuxuu dhacay salaatu wa salaam ja'ala allah lahun sabilan albikru bilbikri jald mi'atin wa taghribu sanatin kabar laba bikaaro waxa weeye waa in la garaaco 10 ee 100 ulood sanadna la musaafiriyo wa sayyibu bi sayyibi جلد مئتين والرجم يا ليلي ولا رجم مركا ميشا مسافرين تا وهو يكون مركا لمسافرين يفروح ميشا لو مسافرين وميل دي اوشوغ كان هديتو قرابة دي سي وحبات شوغ لكن ميل الله دي لقوه مسافرين وبسيح مانبا قارها قبلها هنا لمسافرين ما صورة قارها مركا للي هي سيبات بقل أولاد بقل شهذا ليو رجم نبي الله محمد وحور رجميين نكي الغامد نكي الغامدية قبل الغامدية ينكي ما عزها آخرتي يلبد يهودي أنت النبي الله كان يوم ونا يده النبي وطالب حول الدين تين محد كوكتين صو قابل دين تي بيرجم كوش على ورجم يقوى لكن لما جراعين مركز سنة ذو جراعة قبلها دتك للدليل يوم سنة ذو ما جراع النبي ما جراعين مسألة إنه حوي قبلها النوع عاصة guri gal wax baasi intaan ilaahay wado u furin wadada loo furay maxay noqotay in bikaarada la garaaco iyo ninkaba boqol ulood sayibadana dhagax lagu dilaway laakiin waa inuu marqaatigu xoog leeyahay ama ruuxu qifto haduu qifto waa sax dii gabadhii xamli lagu arkana waa sax marqaatigu uma baahna wallaati gabdhihi yaatiina la yimid bil faahishat wal yaatiina la yimid al faahishat xumaan la yimid wa zinada loo jeeda oo min nisaaikum dumarkiina فاستشهدوا أمر خاتي قلية عليهن الدشوضة أربعة أفر ومنكم إذن كيدا كميدا والله بدي حبناض وإستعمال وإن عندها سارين فيشهدوا هذا يكون أمر خاتي كعان فأمسكوهن كوهيا في البيوت قريها وأضنع إن قرأ قول روح باسو حتى يتوفاهن الموت إلى موت كأفصدوا الإنتان أما لقورسدوا انتوا القدرة ويجعل الله أو يجعل الله الله السمعي لهن سبيلا والله ومخرج إلهي السمعي وضدين والله السمعي
ولذان اللبدي يأتياني هفاحش هذا الليم أو منكم إذنك إذن كمدا فأدوهما الدبع أقوى العاي كبها للدعي ساسا لوقنك فإن تابها دي توبكينا اللبدا قف وأصلحا أي وناتيان عمل قوضة فاردوا عنهما كجية تذع لما عاي كروا لما نعيبين كروا إن الله ألا كانوا هو هذا توابا كي توبة أقبله رحيما ونحرسته ماشي ولذان علماء قال با كفسري الذان الين رغ با لو استعمال موصولك رغ با كفسري واللواتك لواتك حكم غار هو كسو اروري انو فاحشي دبي وين يحي مويانه سدا لو غل لما ارن بك علماء waxay u badanyeen liwaadka hada jinada illa marinayo iyo u badanyeen abu hanifa wuxuu balayahay inta buur dheer la saaro halaga soo tooro sidii qoladii nabiyullaahi loo qoladii ahayd inta kor loo qaaday soo lama soo dhin halkaasayn uga qiyaasana buur dheer inta la saaro halaga soo tooro abu hanifa leey marka culimadu inta badan waxay leeyihiin jinada illa xukumi marka waxa tiraa waladaani labadii qof ee rag iyo dumar ka aha labadii qof iyo dumar ka aha يأتياني هفاحشة لا يمد تفسير كاسان دورانين ورجال القلب والقلبات ده خجوي تتعين رجال الحوشيو مرك كلمات خلوها الله يوم بدك كان إلا عبره ووحت روي ولا داني إلا بدي فوحه يأتياني هفاحشة لا يمد ومنكم إذن كإذن كمدا فأدوهما الدبع محل جد بي بالشتم وعي يأفلجاد يدرباحه يو wixii noocaasaha dadba ay kabahana waa la la dhigay faynta ba marka haday toobo keena hada waa intaan xad imanin ogow intaaba haday toobo keena oo faaxishada la yimaadan ka toobo keena waa asalxa ay wanaajiyaan amalkooda oo toobo keenkoodu dhab noqdo faaridu anuma kajeetada lama caay karo lama aflagaadeen karo hata lama ceebayn karo maxay yelo toobo keenay ilaahay baba ka dhaafi dambigiibe marka haduuna ruuxu zani ba ahayn waxaynu ku dhaqmaynaa ruuxu haduu dambi ka toobo keeno in la ceebeyo oo la aflagaado wixii waxa sameeyay jiray lagu yiraahdo ma inama toobato marka toobadu lil ladina kuwa bayna usugnaatay yacmaluuna amal falay asuu ahman bi jahalatin aqoon la'aan u amal falay thumma yatuubuna ka toobo keeno min qariibin mar dhow oo dambiga agtiisa ah fa ulaika kuwa yatuubullaahu الله وكتوب أقبل عليهم تشوضة وكان الله الله نوحيه سدي سبع عليما وحول بكيه حكيما وفلسا مركب بجهالة عن قريب انت بجهالة علماء ابن عباس وكان وحي له قفك سوء الدم بقالي وابجاه البيت قفك سوء الدم بقالي وابجاه البيت عمد ايه هدو لي مادو ايه وحو كسو لي مادو مركب من قريب انت نوحي له ما لم يغرقه توبضوا ويفرنتها يقول النبي يقول ما لم يغرقه intayna ruuxdu qaban in naftu ayna meeshan ku soo ururin oo malaa'ikadu mautki uuna arag ruuxa dhimanaya inta horeygu miyir qabo haba bukoode toobada way ka aqbali waa laga aqbali way marti qarqarisadu gaado marka baabu toobana wuxuu xidmi sida nabigu sheegay markay qoraxdu halka ka soo baxdo baabu toobadi way xigantay marka inta laga toob aqbali maayo inama toobatu toobad alallahi alla dushiisay ahatay inaga allah baan kulenahay toobad توبة أقبل كوي يجرأ للذين كوي بين أسرناتي توبة أقبل كوي إن التوبة توبة أقبل على الله الله إنه كلنا هاي وواجب يسوي ناقة ذي واجب لجدوني ولا قول حساب تم معها للذين كوي بين أسرناتي يعملون عمل فلا أسوء حمان بجهالة جاهل لما درتين قف كسوء الدم بجلي وجاهل ثم يتوبون توبة كاني من قريب مرد وتوبة كاني قفك سو انت النفط قبل توبة كينا ومن قريب فأولئك كوا النوع عاصة أو توبة كينا يتوب الله الله كتوبة أقبلي عليهم دو شوضة وكان الله الله وحوء هذا عليما كي أقوى حلبة حكيما وفلسا حكمة ديسة وحاكمة قفك الدنبق أو قال هدو كتوبة كينا منو الله كلافه سبحانه وتعالى وليست التوبة توبة أقبل كأمسقنانين للذين كو يعملون عمل فلا سيئات حمانت حتى إلى حضر مركو كو حاضري أحدهم يدخل الموت جريد لمشاده قال يري إني أنا كتبت الآن حد يربان توبة كينية وللذين كو ينقمسون عن توبة أقبلكو يموتون الدمانيين وهم يمر كفار قال أهو قال ما كل انتي أولئك كو أنه عاسى اعتدنا وحان أدي يارقرين لهم إياقا عذابا عذاب أليما ولمن حانوشيا
toobada ma laha ee dadka siday sayaadka u sameeyeen markay nafsu qabato meel kumoodkii arkeen waa toobo keenay sidii fircoon oo kale markuu badi dhex galay bahru qulzum badda asbaya oo dhex galay oo arkay badi oo hareerihiisa qoladii reer bani israayil ka baxeen yuud ilaa ilaaha illa alladhi aamanat bihi bani israayil wa ana min sadax goor bu ku celi markaas alay al ana waqad asayta qablu wa kuntum min al-mufsidin marka laga aqbal ma waa fircoon oo kale qofka naftu markay qabato waa toobo keenayda وليست التوبة توبة أقبل كأم سبنان للذين كن يعملون السيئات عمان تسمينيين حتى إذا حضر مركو كحاضر أحدهم متكوض حتى إذا حضر أحدهم متكوض الموت موت كحاضره قال يري إني تبت الآن هدى أربان توبة كينية وللذين كن أم سبنان يموتون الدنسي أما لمن يوهم كفار قال أولئك كوا اعتدنا وحان أديار قرين لهم إياقا عذاب أليم. إن جنوا وين هستا؟ إنت وقت كوجو إيمانن. وقت كنتوا كوجو إيمان قفلوا بديار جنوا. جيلد وحوي موت حسوس فيس. وحوي هاد من اللذات. حسوسنا ده هاد من اللذات. جيردة كد كمعان كبابية. قفلوا بإنت ميت ميت أض حسوس أنتهاي. وحاسة أقدر مرك لو حسوس بدنيهاي. تذكى إسكو دادتين أم إسكو عمل كتير مرك إنتان. مرك قفل بوا حسوسنا يا. وحال الدوني إن القلب يكوه إنسان مركي نجوا حين أوفي القلب يكوه إنت ضاعنا ضاعيسنا إن ميت بين كتلة جسنا أوكم ركوا سلادة تكنيه ميت بكتلة جسنيا القرآن كم ركوا أقرين ميت بكتلة جسنيا نبي كم ركوا كصلي ميت بكتلة جسنيا مركي نجوا بين كتلة جسنا هيبا إن شاء الله الله وحول يا أيها الذين آمنوا ذات كم من إنت أهو لا يحل لكم حلال دين ماها أنتريس النساء قبلها إن الضحشان لا تدعوا هذا حوله هذا ما كرها قصب كل حشاء ولا تعدلوهن ها عريرين قبلها عرير قلين ان اتقبتان لتذهبوا الى اتقادتان لتكتان ببعض ما شيء قاركي اتيتمهن اتسيسين الا ان ياتين قبله ان اللي مادان مويه بفاحشة حمان مبينة وعب يضعب مبينة والاغريين الله عليه قبلها قصبها كل حلينا جاهل قيبا وحوها ننكم مركو لنتو wiilkiisa iyo qaraabadiisa iyo gabadhi mara ku dultoori haday intayna marada lagu toorin ay ka carato reerkoodii tagto kuma shaqule maru ku dultoori isaga u xaqle haduu doono uu guursan haduu doono cid kale uu kaga yarad qaadan haduu doono wiib iska joogo uu cadili ilaa ay ka ogolaatay wax ka siiso jaahilgu sidaas u aha islaamka qaybti horena sidaas ay gabdhaha qasab yaa lagu dhaxli jiray dad badan oo iyo gaala adintay wiilashoodi oo saxaabiyi ay abayowgood dumaaleen baa la arkay marka gabdhaha qasab ku dhaxlina waa dumaashi inaga dumaasheena no kala weyn gabadh baa wax lugu ninkeedi baa ka dhimano wax lugu leeyahay hebel bay u hadhay hebel bay dumaal ugu hadhay wax taaban kara ma jir waa isku dilaaba wax taaban laakin fikrad ahaan gabadhu haday de arurteeda ninka u qaraabada ay guursato wax dhiba male ay arurteeda ninka u qaraabada ay guursato wax dhiba male laakin lagu qasba ma aha iyadoo doonayn in la yidhaahdo dumaal baad ay ugu hadhay aniga kule قسم الطالما وطاطا لغاليا الله عليه يا أيها الذين أمنوا ذاتك مؤمنين تأهو لا يحل لكم حلال دين ماها أن ترثوا النساء حوينك إن أدحشان كف كارهن قصب كل حشانه الدماشة كو قصبتان ولا تعدلوهنها عريرين لتذهبوا إلى النطقتان ببعض ما شيء بركي آتيتموهن آتسيسين إلا أن يأتين إن اللي مادن بفاحشة مبينة ciriirina waxa way waa gabadhi haaskaaga ahaydo ma aha inaad nin u diido cadalka inaad nin u diido waa la yiraahdaa walaalkeed ma aha ka gabadhi haaskaaga ahayd yaad ciriiri gelisay waxa way muamaladeedii baad xumaysay aflagaadaad ku waxaysay inaad fursana ma ogolid waxaad rabtaa inay iska kaafurato yaad rabtaa gaar ahaan taga qaadku waxa laga yaba gabadha inuu caayo oo yidhaahdo gabadhaas meel xun bay ka dhacday inuu yidhaahdo suuragal kaasay gabadhi leedahay ninkaan intuuna ku ceebaynin xoolo iska siiha kufure ah marka faaxishada la sheegay gabdhaha ay la yimaadeen waa naashisnimo iyo dambi iyo wax noocaas ah ma aha faaxishadii zinada ahayd ma waa yidina haday tahay xukun bay leedahay zinadu way la caantamaya haday isagu uu ku qiro qaadif buu noqon oo markhaati la waayo hadii markhaati loo helana waa la xadi marka zinadii ma aha waxa la sheegay walaa tacduluhunna ha adibina gabdhaha ciriiri gelinina
لتذهبوا إلى قادتان أو لطقتان ببعض ما شيء قارك أتيتمون أتيسان إلا يأتين إني لي مادان بفاحشة لقن حمو ما أهزنا معها مبينة نوعات وعاشرهن لم عملوا قبلها بالمعروف وحونا أكسن مصارف تاذا هي وحي أبهان تاهي هي هذا الفي عنه معان كلما عملوا قبله كلما عملوا هذا دونان يوم هذا دبيعهم عدين لكن هذا وحا كسار من هذه قبل هذا كما أرمين ويعرور كورنا ليسو تبيعه ونكس كلما عملوا هذا قانين هيك أدل غاضة عاشرهن لما عملوا هذا بالمعروف وحونا أكسن كلما عملوا هذا فإن كرهتموهن حداد قبله كره ستان ودن عدان ومعامل ذلك يجب أن يكون أدكاته إسكاها يستال إليه فعسى أن تكرهوا إلى نعبتهم باسورة قلة شيء شيء نعدان ويجعل الله الله يلي فيه شيء خير خير كثيرا بنا قبله بهداد كراهي يسان إيسان كراها لماذا إسكاها يستوحى لغاية وخير بنا إنه كيما دعرور في عن أيضا شؤه مركز دمبي يضل لفتاد iswaan sato oo yadoo ku dheer isanaan sato waa mumkin marka markay adeyg idin kaga soo baxay horaha ka furina way waa dalaaqina way fayn kariitumuhuna gabdhihii hadaad ka raahisataan oo macdan ha furinay ka dhigantahay maxay yeli faasa an takrahu inad macdan ba suura gala shay al shay wiyajala allahu allahu yeli fihi dhixdiisa khayran khayr takhiran oo badano gabdhihii taram badan iyo caruur badan ay yeeshaa wayna aragtum hadaad doontaan istibdaala zawjin حاس بدليدي مكان الزوج زوجك لما يشهد تياد قبط ما يشهد وأتيتم أتسيسين إحداهن قبضا حاس كاقين أتفرطا أتربطه قندارا حول بدن دوري طبن كن أرضنا فلا تأخذوها كقادا منه وحا أتسيسين شيئا إيرنها كقادا أتأخذونه مياد كقادا نيسان بهتانا بين مياد كقادا نيسان وانت قبضي عيب إيسان وان كقادا تلاهذا يو إثم دنب مبينة وعاد gabadhii baad damacday intaad gabadh korto inaad tu kale soo guursato marka taa kale soo guursato tan horta meeshi waa inaad u banayso haday sidaas noqoto oo xoolaha aad siiseen xoolo badan yihiin shay kama qaadan kartaan hal shay ah kama qaadan kartaan mobile been baad kaga qaadanaysaan iyo dambi buutaanka asal ahaan been abuur way laakin baadil koodan baa loo isticmaalaa mabaadil iyo dambi baad kaga qaadanaysaan Umar bin Khattab yaa khutbeeyay wuxuu war meherka gabdhaha la yareeyo hadii meherka oo la badiyo oo qiimo leeyahay ama cibaado yahay nabi ilaahay maxamed baa yeeli laha gabdhihii nabigu uu dhalay iyo xaasaskiisii 400 dirham wax ka badan waligi kuma meherin buu gabadh baa isa soo taagtay amiral mu'miniin wixii alla nasiyay miyaa naga markaasuu yidhi waate markaasuu aayadan ay u aqriday aataytaahu naqin daara marka aayadu si toos ah waxay ku tusin gabdhaha meherka lagu heshiyo haba badnaadeen illa seena ay ku tusin markaas uu dinay waliba Umar ka cilmi badan buu inta iska dhaqaan wayna ratum hadaa doontaan istibdaala zawjin haas badalidi makan zawjin gabadh kala meesheed oo gabadha aad qabtay aad meesha ka qaadayso waataytum aad siiseen ihdaahuna gabdhaha midood aad furaysaan qindaaran xoolo badan fala taaquduha ka qaadanin minu xaqiisa shay ashayna ka qaadanin meeli kartaa ataaqudunahu ka qaadanaysaan buutaana baadil ma kaga qaadanaysaan iyo wayis man dambi buuno aad waxa suuragal ninkaas gabadha markuu rabo inuu furo inuu ceebeyo yaa suuragal wa kayfa taqudunahu sidaad u qaadanaysaan wal hal qad afda oo jir taabtay badukum qaarkiin ila bad qaarka kale oo maro wada huwateen oo guri wada seexateen wa akhadna ay idin ka qaadeen minkum xaqiisa mithaqan ballan alghaliidan oo adag sidee idin koo wada dhaqmay oo dad wada oo jirkiinu istaabtay sideed uga qaadanaysan baalay oo waliba ballan adag ballanta adag waxa weeye sida nabigu sheegay bi kalimati illahi baad ku guursateen buuri oo ku xalaalaysateen bi kalimati illah sharciga idin waa ballan adag marka gabadha la meherinayo waa ballan la galay qofka la leeyahay gabadha hiblaa waa lagu meheriyay waa lagu guuriyay meherkeedu waa inta isna uu aqbalo waa ballan la galay waxa weeye gabadha waa ballan uu qaaday nabigu wuxuu yiri ee agtiina waxay ku yihiin caaniyaad caaniyaad yani dad la qafaashay oo kale iyo gabdhuhu agtiina ku yihiino tan way idin la joogaan adigu bay ka warshigo taladaad keento umbay ku dhaqmayaan sideed uga qaadanaysaan marka wa kayfa sidee baa taaqudunahu uga qaadanaysaan waqad afda oo jirtaabtay badukum qarkiin ila badu qarka kale
إفضاه وحاله مال أتجدد بالينه وأخذنا أيضا كقادين منكم حقين ميثاق بلن قلينا إنه هذا بلن تأذى هو مهرك نكاح وي ولا تنكحوه حجور سنينه ما نكاح وحجور سنين آباءكم آبيوجن ومن النساء الدمرة إلا ما قد سلف وحيه الرجيم وي بالوقت كان آياته تمد وحي كهر رجي قبل آبيه نكي قور سنين ولا سامح إياه وعب الله ما هيش إنه قبل آبوه اللي قور سنين كانوا هذا فاحشة فالحمى يومقتا عراء وقال عريسيه وصاع وحما دي سبيلا وضعهان عادي قوضا يحين إنه نكو قبل آبيه قور سنين الدماله قبل آبيه قور سنين inu marku ka dhinta guursado sidaynu markii hore la sheegayna oo intu mar ku tooro oo isoo khiyaar u yeesho guursado ama ninkale u guurso meherkeedii kaga qaato aadi bay ahayn war gabdhaha aabihiin ka dhinteen aabihiin haaska u aha ha guursanina laakiin hadda ka hor intii aayada ka horreysay wixii wax guursaday oo waxba lagu ma haysto way ilmihiina waa ku xalaal way wala tankihu ha guursanina maana ka wuxu guursaday aabaakum aabayowgin oo minan nisaa'i dumara إلا ما قصّل في وحش رجيم ويان. لقدي تاسو إن مسوم مرينو. إسلام بين قاب كسر هذا. سومالي دا أضياش هذا كأضم بيا. وحين نجرنا نمي ويا كأضم بيا مركاتشوس. أنت مجعها كتير تدوري صدنا هذا النقطة. مجع كريستاني ما كتوسين كم تشيلو. مجع عوان ما كتوسين نم تشيلو. وقاب سومالي يا عربي بس. وح عوان مرك مسلم بينو قاب كسرنا. وين إنه مسلم كأوى بالجودنا سوما. إنه كده قلنا شرع الإسلام. إلا ما قد سلف إنه قبضا جور شجيده إنه قبضا آباء إلا جور شذي كانوا هذا فاحشة فالحمى ومقتن عراء وصاع وحيه دقا كاسي سبيلا وداهان حرمة ماشوا على شيء يا قبله حرام تها ذاتك أي حرام تها يا قبله حرمة ولا حرام يلا عليكم دشينا أمهاتكم هو يجنتي إذن دلعي وبناتكم قبله لي أضشين وأخواتكم ولالهن أبي يهوي إذن لا دلنا أما أبي إذن لا دلنا أما هوي إذن لا دشين وعماتكم إيدوينكين أبيهن لا ولا لها وخالاتكم حبريرهن هوي لا ولا لها وبنات الأخ ولالك قبلهيس وبنات الأخت ولاش قبل هذا وأمهاتكم هويوينكين اللاتي هويوينك أرضعنكم إذن نوجيي وحوي الناس إذن كدوي نوجين تأسوي نكشاكين دونا وأخواتكم ولالهن من الرضاعة نجمد إذن كولاله إشكه هو يأد نكتين يوم هات النسائكم هوين كين هو يوينكود وصدوه هذا واحد صومالي ذو تقانه يوم الربائبكم خبيبة الصومالي ذو مقع ما ينبحين وقبرد هو يدين أي حاس كاقة تهوين ربائبكم ربيبوين كين الله تي ربيبوين كي في حجوركم قرقين نتشوغا ومن نسائكم دمر كين كميدا الله تي دمر كي دخلتم بهن الله أقل قشين فلم تكونوا هدايدا نهين دخلتم دمر كاكو ولا أقل قالي بهن قبلها فلا جناح عليكم دم بدوشي إنما سعراء قبلها في بيبادينا تقلستان هدايدا هو يدي الله أقل قالين يو حلائل أبنائكم ويلشي إن حاسس قوضا الذين ويلشي من أسلابكم دبركين أهائي أبنشين ويلشي إذن شاكتين معها وأن تجمعوا إنات كل مسان والدك حد بلقفتين لما قبل رضا ولا لا إلا ما قسل فادكور وحي أهامويا meeshan waxa la xaraameeyay qofku hooyadii ninku hooyadii dhashay waa ka xaraam waxa weey Soomaalidu ma taqaano gabadha uu dhalayna ninka waa ka xaraam Soomaalidu ma taqaano walaalahood oo gabadha inay guursan iyadoonkooda habaryartood inay guursadaan waa ka xaraam Soomaalidu ma taqaano iyo walaashaa gabadha ay dhaleen waa xaraam hooyoyinkii ku nuujiyay waa xaraam wuxuu ku xaraamoobi hooyada nuujisay oo ilmuhu wiil kada gabadha laanta uu noogay caanahi ninkii lahaa aabu u noqon ninka caanaha lahaa ay aabu u noqon marka saddex aayad baa jirta lafdigeedii la nasaxay oo Aisha sheegtay 5 raad ay xirimna 10 goor markuu noogo 10 iskimood ii ka xaraam noqon markaas ay tiri waa la nasaxay 5 raad ay xirimna 5 iskimood markuu noogo waa ka xaraam way waana inay 2 sano uu ka yaryahay laba sano ka yar yahay shan goor uu noogo shan xiskimood shan goor oo afka intuu saaro uu ka qaado ma aha shan goor oo xiskimood markuu noogo waqtiguna laba sano uu ka yar yahay waa ka xaraam gabadha radaacada ninka caanaheeda lahaa
نأبها بنقنية وأخواتكم من الرضاعة أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة كبرنا الرضاعة عنها أدنى أبهات هلا هذا أما نكله هلا هذا وحوي مرهد الناس وذا نكتين ولا شاوي في حجوركم تاسي قيد ما وقبل قريقة إذن لتشوكت إذن لنال علمات قاربا وحيدهن مرهد إينا قريقة لتشوكت ويكام مقانتها واو حلال قارباين المثل علي بن عماد قال بيوكال وحلقة شيئا نمبا قبل قرسده يمركاسيور وقبل أن ربي بدهد قبل إذا شاوي وحيد تابوري طائف ما قرسن كرابوري هاوات قرسن كرتابوري والضعيف مثلا لسي علي بن عبي طالب لغا شيئا دوشا لغا ساري والضعيف واحد مركا علمات وحيد كتر عسين في حجوركم تاسي كريهنا جو وحوين أن شرد هاي يتكولت شوكتا يتكامقا واشكم هوايكي الدخولتين باسا شرد كبرنا الربيبة ده كحرام تيه، وين ده هوية ده يحاس كذا نقطة لا عقل قشين، ويكون بنات مركز هوية ده لا عقل قشوا، يحرام كات، حرمة، والحرام يلي عليكم تشين أمهاتكم هو يوينكين، وبناتكم قبله أبناء شين، وأخواتكم ولاليهن، وعماتكم دوينكين، وخالاتكم هبريريهن، وبنات الأخ ولالك قبله، بنات الأخت ولاشة قبلها. وأمهاتكم هو يوينكين التي هو يوينكين أرضعنكم إذن نوشيي ولبسنا إن كير إذن نوشيي سد شنحش كمودنا أتكعبتين يو أخواتكم ولالهين ومن الرضاعة حق النوب مدع قبله أدناس ككوة لألوذين يو أمهات النسائكم حاسسكي إنه هو يوينكوت يو ربائبكم قبله ربي بداها التي قبله في حجوركم قلخي نكوشي لقرق إذن لك ومن نسائكم تمركين أي دلان الله تي قبله دخلتم الدخوشين بهن ولقوا رجشين فلم تكونوا هدي ذا نهين دخلتم كولقوا رجال بهن قبلها فلا جناها عليكم دم بدوشين مسار وعكلوا حرام وحلائل أبنائكم ولشين حاس قبله جورسدين الذين ولشين من أصلابكم نبركين هذي ذكر دشين ولش ادعاه عرب تبرق تقيني نبي الله محمد زي نبي بنت جحشي مركو جورسدي نكانوا دعيبوا كاه زيد بن حارث أصلها العرب وها لكن أظن ما سوى مرتين حكيم بن حزام أو خديجة الدواهي يسوق خصو قضي قل يهود خصو قضي وو كان مركزي خديجة وحي يددي بوسي خديجة النبي غير شيء نبي قل الله سوى كري نبي قل سيدا أها إسلام كبهال كاكو قاتي زي النبي بنت جحشو النبي يددي بلا شيء بو النبي قل أقوري مركزي إسقبن وايين وو فري ورقبت هاي سوى النبي قل كيرو وو فري ولما قضى زيد منها وضرا نبي قال قرشدي مركا وحي يدهدين ألا ويلكيسي يسيبوا قرشدي بيدهن آيادا نابشيه قيسبا ويلكيسي دعيبوها وأن تجمعوه إنا تكل مسان يال إذن كحارم بيلا نختين لما قبل وضو ولا لا إلا ما قسل فأوحي رجيموه لما قبل وضو ولا لا وقت كان كهر يكي وذا قرشدي نسحابي الله سوى إسلامي لما قبل وضو ولا لا مدفر بالين مدنا دارا وفرق marka meesha waxa ku jirta labadii gabdhood ilaan si kala duwan meherku u qabanaya tan isagoo qaban taa u qabanaynin markay tan dhimato ama uu furo tan weerku u qabo wax isiisan galeena marka waxa la yiri markuu furo gabadhii walaashay intay gaban furitaanka adu fajr yahay way gabadhii walaashay ma guursan karo tan oo ciddadu ka gooyin haduu saddex qabana naag afraad ma guursan karo gabadhan oo ciddadu ka gooyin waxa la isku haystaa haddii gabadha ayna rajci ahayne baa intahay oo saddex dalaqood ay suraaciyeen ma guursan kara iyadoo cidida ku jirta ma guursan kara walaashin markay ila ma qasalfa waa sidaas oo wixii hadda koro u dhacay waa saamax in allah alla kaano wuxuu ahaday qafuuran kii dhaafa dambi kasta oo dhaca raxiiman oo naxariista waa markii la toobakeena way la subhanahu